أهلا أهلا، بوصفة جديدة من وصفاتي معكم. راح نسوي ساندويتش دجاج مع الزيتون والكريمة. يلا مع بعض نبدأ. حطيت بالطاوة هنا قطعة زبدة، راح أضيف لها شوية زيت زيتون مباشرة، مجرد ما تذوب الزبدة وقبل ما تحترق راح أضيف شرايح البصل والفلفل الملون، ومعها بعد راح يكون فص ثوم مهروس. أثناء الحمص راح أضيف ملعقة من معبوس الجزر، سبق وأني صورته لكم، بصور لكم العلبة حقتها. شفتوا البصل والفلفل الأخضر ما بعد ذبل مرة، أنا بيكون في قرشة شوي. راح أضيف مكعبات الدجاج، صدور الدجاج قطعتها إلى مكعبات صغيرة. أثناء التقليب راح أضيف الملح ونغطى بعدين، والفلفل الأسود، وعندي هنا البهارات الإيطالية من توليفة اللي ما بعد جربتها غلطانة. أنتم بس شوفوا، لحظين لحظين، تبارك الرحمن، شيء خيال خيال، تخلي الأكل غصب تشتهينا. وآخر إضافة بتكون الأرديانة. قلبت لحد ما تجانست كل المقادير مع بعض. الإضافة الحين بتكون ملعقة كبيرة جبن سايل، اللي ترجع لكمية الدجاج حقتكم، أي جبن كريمي. وعندي هنا كريمة الطبخ، واستمر بالتقليب. اخر اضافه قبل ما احدي النار، تبي تكون عندي هنا شرايح زيت زيتون، زيتون اسود، كفي هالكميه، والباقي بخليه للوجه. خليت الدجاج يبرد شوي، نجي الحين للساندويتش. استخدموا اي نوع صامولي انتم تبون، انا فتحته بهالشكل، يمكنكم تفتحونه من هنا، بس انا فضلت اني افتحه بهالطريقه. ونفس الشيء إمكانكم تشيلون شوي من العجين الداخلي. راح ناخذ جزء من جبنة الموزاريلا، تكون هي اللي تحت بالشكل، وبعدها الدجاج مع الصوص بهالطريقة. الإضافات براحتكم، بس أبيكم هون موزاريلا مرة ثانية على الوجه، وشوية زيتون وفلفل أحمر وأخضر بهالشكل، وأجمعها بصينية. خلصت الكمية عندي على الفرن، بس تذوب الجبنة وتتجانس.